نحن اولا سعيدين ومحظوظين ان احنا في المملكه الاردنيه الهاشميه. الاستماع للشباب لازم يكون استماع مستدام. موضوعنا عن قوه الشباب، فخورين بالتقاء مع صاحب السمو الملكي الامير الحسين بن عبد الله، ولاحظنا ان كل جهوده مركزه على الشباب، والهدف ان كل شباب الدوله ان كانت دوله الامارات او ايضا في الاردن، دورنا نحن كيف نقدر نرد الجميل. الهدف طبعا نحن نتعلم منكم، وابغي اسمع اكثر منكم واقتراحاتكم. نحن محظوظين ان اوطاننا تثق فينا ان كان في الاردن أو في دولة الإمارات، فكيف نحن نقدر نسخر طاقاتنا لخدمتنا ولخدمة أوطاننا؟ وإن شاء الله اليوم أطلع أكثر لأفكاركم ومبادراتكم، وشكرا جزيلا على استضافتنا. دور الشباب مهم جدا جدا، يضع في يد كل مسؤول مسؤولية كبرى في أنها تفرض علينا أن نبني جسور ثقة وجسور محادثة مع كافة أطراف المجتمع.